أعلنت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا عن توافق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر حول عدد من الثوابت الوطنية وأربع خطوات لحل الأزمة الليبية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي ثم رفعها لمجلس النواب الليبي، وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصى فبراير 2018، وأخيرا استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدان مهام عملهما في 2018. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي. بداية مرحبا بك دكتور محمد. السلام. مرحبا بكم، صباح الخير. هل ترى أن ما تم التواصل إليه في الاجتماع هو كاف لحل الأزمة السياسية في ليبيا بالفعل؟ هو حقيقة لا شك أن المتتبع للشأن الليبي سيلحظ أن هناك تغير مهم جدا حدث نتيجة لبيان القاهرة الذي صدر يوم 13 ديسمبر. حقيقة يعني الكل يعلم جيدا أن الدور الحقيقي الذي يمكن أن تقوم به دولة في العالم لحل مشكلة ليبيا أو التدخل للتوفيق بين الأطراف المتصارعة في ليبيا هي مصر، نتيجة لعدة ظروف. كثير من الدول بما فيها هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أغلبها تدير الأزمة الليبية بما يحقق مصالحها، هي تدير الأزمة ولا تسعى لحل المشكل. مصر وضعها مختلف جدا لأن هي تدافع عن أمنها القومي. العلاقات التي تربط ليبيا بمصر علاقات لا يمكن أن تجدها ما بين دولتين في العالم إطلاقا، ذلك الامتداد الاجتماعي والمصالح المشتركة، وكل منهما يؤثر في الآخر. فمصر تسعى لحل مشكلة لها، مشكلة للدولة المصرية. وكان الاختيار موفق، وإن كان يعني مصر تأخرت قليلا نتيجة لظروف داخلية في مصر عن التعاطي في الشأن الليبي، ولكن التدخل الأخير كان موفقا باختيار شخصية. حقيقة أسعدني أنني عملت معه كعضو في لجنة الأربعين الذي صاغت البيان الذي غير مجرى التحرك الدبلوماسي في العالم وأجبر العالم كله على أن يرضخ إلى ما توصلت إليه. تلك هو الفريق محمود حجازي الذي كان معنا يوم 12 و 13 48 ساعة لم يغادر القاعة. وكنا بالفعل دكتور محمد يعني دائما مصر تؤكد على استقلالية الشعوب وضرورة تقرير الشعوب بمصيرها وحدها. يعني هل تعتقد أن ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق سيتم تفعيله بالفعل؟ يعني مثلا قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وغيرها، هل سيتم تفعيل هذه البنود بالفعل؟ هذا ما أردت بالمقدمة أن أصل إليه. يعني العالم كان قبل اجتماع 12-13 ديسمبر كان يتجه اتجاه آخر، ولكن لأن القوى التي اجتمعت يوم 12-13 كانت قوة وطنية حقيقية استطاعت أن تصدر شيء يبني عليه العالم كله بناه. ولكن الآن ما حدث الذي صدر البارحة قد يكون فيه حل أساسي لمشكلة ليبيا. الذي أدعو إليه وبسرعة وأتوجه وستوجه إلى الفريق ركن محمود حجازي، لابد من تكوين حاضنة اجتماعية، لابد من وسائل ضغط داخلية في ليبيا ونحن نملكها. القوى الوطنية الملتفة والذي تعلم جيدا أنه لا يمكن الحل إلا من خلال الباب والبوابة المصرية لعدة اعتبارات، لابد وأن تعود تشتمل مرة أخرى لجنة الأربعين حتى تتدارس الموقف أولا دون تأخير. في خلال أسبوع لابد وأن تجتمع اللجنة التي تريد أن تعيد ترتيب الأمور، لأننا لا يمكن أن ننتظر سنة. الظروف التي يعيشها المواطن الليبي ترف الانتظار فقدناه، لم يعد لنا ذلك الترف. المواطن الليبي يعاني، فلا بد من إجراءات خلال هذه السنة توافقية
تتم ما بين الأطراف، مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، ونحن لم نتخلى، لم يتخلى أحد. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي. نتمنى بالفعل أن ما تم التواصل إليه في الاجتماع يتم التواصل إليه، يتم تفعيله بالفعل.